بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نهديكم دائما في صباح الشروق صباحا باسما عطرة ومغلة لا ترى في غيركم بدلا. أهلا بكم إذن متابعينا الأعزاء في لقاء جديد وحلقة جديدة عبر صباح جديد من صباح الشروق. هذه تحايا فريق العمل لهذا اليوم، وعدد من الفقرات بإذن الله في انتظار حضراتكم، وعدد أيضا من الضيوف الأعزاء اللي حينضموا لنا تباعا داخل الاستديو لنناقش معهم عدد من الموضوعات والمحاور المهمة. وأيضا إن شاء الله من خلال صباح الشروق وعبر الهاتف سنكون على تواصل مع كل غرف الطوارئ في كل هذا الوطن الحبيب السودان، والمياه دائما بالصحة والسلامة لكم، وأجمل الألحان الصباحية مهداة لكم. شوقي ولع فيه نار، وما كذب عنوان بريده، قولوا لي كيف نعيده، الفراق عليه حال. Oh,
كتب عنوان وفسر سابني فيه وحسار. السفر مكتوب مغفر كتب عنوان وفسر سابني فيه خير وحسار. كتب لي بالجوايا يصر الحنين ودعني صفر لعجل في سكسار. الفراق عليه يا